بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك
الفاتحة.